كنت فين؟ كنت سهرانة مع ناس صحابي. أنا ما سألتكيش أنت كنت مع مين؟ أنا بقولك كنت فين؟ كنت سهرانة مع ناس صحابي ما تعرفهمش. وبعدين أنت مالك؟ هو أنت لما بتخرجي بقولك بتخرجي مع مين ورايحة فين؟ تمام تمام يا فرح، بتتعاملي على إننا ما عندناش حالة حداد. طب لو أنتي وقلت أيكون فاشن أيكون، بتخرجي كمان وتسهري؟ أنتي عايزة تفهميني إن أنتي يعني زعلانة على أختك أكتر مني؟ هو ده كمان سباق بالعجلة عايزة تسبقينا فيه وتثبتي إن أنتي أحسن مننا؟ عندك حق، احنا اللي عندنا اهم بكتير قوي من اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي. عندنا واحد بيدور على اخته، وانت شاكره جبتيه لحد عندنا ولمتي علينا الدبان. هو ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان اخو الهانم جه الشركه وعمل خناقه كبيره جدا ومسك في حازم. حازم ماله؟ ايه ده؟ هو انت ما تعرفيش ان الهانم كانت راميه هلبه على حازم قبل امجد؟ وكده كده ممكن يكون حازم هو اللي كان بابا الولد. مش مهم، اهو راح في 60 داهيه. طبعا انت ما يهمكيش اي حاجه، اي حاجه تقف في طريق تخلصي منها على طول، يعني من باب الاحتياط. تاني انت تاني يا فرح؟ افكرك فاكره ساره صاحبتك لما طلعنا كلنا رحله وحسيتي ان هي بتعلق منك علي، عملتي ايه؟ اتعصبتي واتنرفزتي وزقتيها من على المركب.